شيء. طبيعة حال هذه الوقفة اليوم تنخرط ضمن سلسلة الوقفات التي ينظمها الشعب المغربي، يعني والتي لم تتوقف. اليوم هي تأتي بطعم المرارة، لأنه مرة أخرى هذا العدو الصهيوني النازي الفاشي الوحشي يضرب مرة أخرى في عز جبنه، بحيث أن حماس والمقاومة الإسلامية والمقاومة الفلسطينية تلقنه دروسا يوم بعد يوم. اليوم ثبت بالبرهان وبالدليل أن هذا العدو الوحشي انهزم على كل المستويات، انهزم سياسيا، انهزم دبلوماسيا، انهزم عسكريا، انهزم أمنيا، انهزم أخلاقيا، انتصر في شيء واحد وهو انتصار بغيض ومقيت، انتصر على الأطفال، على النساء، حيث هم آمنون في مخيمات يهجم عليهم بالأسلحة ويحرقهم. هذه محرقة وقعت في رفح، محرقة تدمي القلب. لذلك اليوم هذه الوقفة هي وقفة ديال التضامن، ولكن وقفة ديال الاستنكار، وقفة ديال النداء الاستغاثة إلى حكام العرب والمسلمين. أين أنتم مما يقع في فلسطين؟ أين أنتم بعد 7 أشهر؟ لا تنتظروا، حماس لن تنهزم، حماس انتصرت. حماس هي من فلسطين وفلسطين من حماس. واليوم طوفان الأقصى أنشأ حماس ثم حماس ثم حماس، أحيا هذه القضية. هذا جيل جديد سيأخذ المشعل وسيواصل إلى أن تحرر فلسطين كاملة، وإلى أن يندثر هذا الاحتلال الذي ثبت اليوم ليس فقط للفلسطينيين وليس للعرب وللمسلمين. هذه الجرثومة، هذا السرطان، هو يعني وبال وهو شؤم على العالم كله، واليوم انتبه كل العالم لذلك. فتحية إلى شباب العالم، تحية إلى شباب العالم في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، وعبر كل دول العالم. هذا الشباب الذي يقول بأن ووعى بطريقة كبيرة، كما هذا الطفل الأقصى يعني بيّن بأن هذه الجرثومة ينبغي أن تستأصل، لأنها وبال ويعني ودمار للعالم كله. فتحية للمقاومة الفلسطينية، تحية للشعب الفلسطيني. ويعني بالنهاية نحن نقوم يعني بأدنى الواجب. هذه الوقفات هي وقفة ديال التضامن، وقفات ديال الاستنكار، ولكن كذلك وقفات ديال التنبيه إلى المسؤولين في دولتنا، المسؤولين في دول العربية الإسلامية، والمسؤولين في العالم. عليهم أن يتدخلوا كي يوقفوا هذه الحرب ديال الإبادة الجماعية، وكي يتابعوا هؤلاء مجرمي الحرب نتنياهو ومن يدور في فلكه.